يا خوتي هذا راهو سحور لقيناه في جبانة أبو حديد. ها سحور سحور مدارينو حنا يا راتي. بسم الله بسم الله بصفة عبد. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. شوف سحور ثم في صحن ابيض. سمي فيل. ها بسم الله. لا وكثير هم يجيبوه يجيبوا العرب. بسم الله بسم الله. ها الحنة بديروا بالكم من الحنة تاع الساعكم يا ولادنا هم تاع الزواج. يا يعطيك الصحة. بديروا حسابكم الحنة ما بقيتوش تخليوها في يدين أي مكان. هاي حنة مدايرة سحور مهما عريس يحن فيك فن فيك فن. لقيناها دركا في الجبانة. ها هي خويا أعوذ بالله. والاحتياط واجب أخوتي. تولهم الحنة تاعكم يا العرسان الجدد. هاي الحنة وين مديسيني يعني مقدرش نحلها كاملة مديسيني على جرة عبد. تولهو يا ناس استغفر الله العلي العظيم. هاي خويا أنا هزين هذوك مدينها المغرقي كيش ما يحل ضيقته إن شاء الله. الله تأجر ولا عد إن شاء الله أخويا. بسم الله. هاو بإذن الله تحولي لقيناه كبيرة في بوحديد. هاو راح يبسخو الشيخ. هاو رقب ربي إن شاء الله إن شاء الله يا ربي تحل. شو الشيخ الكورتي أو شتيها هاك شو كيف هم ديسيني راس. ها هو ها هاو راس والكور ويدين ورجليه. ها هو واحد حطوها يقول واحد حطوها يا راجل. هاو راح يفسخ الشيخ إن شاء الله يتفسخ يا ربي بركة وحل العقدة تياو يا ربي يا ربي حل العقدة تياو إن شاء الله. هاو ربي إن شاء الله نفسخوه. هاو الرباط هاو الرباط اللي لقيناه مربوط بيه. هاو كفن ها روح على مين يا ربي بركة إن شاء الله يتحل عقدة تياو يا ربي يتحل عقدة تياو إن شاء الله يا ربي. وجديد يا جماعة يا العرسان جدد تهلاو في الحنة تاعكم واحد بيبسها لا يجوز واحد حتى الحنة بعد ما بقيش ديراها شيء. يا ربي بركة وتتسخ إن شاء الله. بسم الله بسم الله. ها بربي إن شاء الله تتفسخ في ورقها الشيخ. عرس جديد وباين مسكين. ها بربي إن شاء الله يفسخها الشيخ. ولي دار بينه وبين ربي صلى الله يعطيه مصيبة إن شاء الله يا ربي. ها ان شاء الله يا ربي تفسخ. هاي الشيخ وتهلاو في رواقكم يا عرسان جدد. اتونسيون من الحنه تاعكم جديده. اتونسيون اتونسيون. السلام عليكم.